السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد أم خديجة. كما كتشوفوا كيبان لكم في الصورة اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم نانات صنع منزلي بنكهة الفريز، ولكن بلا فريز. المذاق أحسن من الجاهز، كيجي لذيذ بزاف وكيخرج أو كيعطينا كمية وفيرة، يعني اقتصادي، كيستحق التجربة. إلا عجبتكم الوصفة تابعوا الفيديو وفرجة ممتعة. بسم الله نبدأ معكم بالمكونات. وانا تنحضر معكم، عندي هنا واحد طنجرة، طنجرة عادية، يمكن لكم تحضروها في طنجرة الضغط او في كاسرونة، داكشي اللي بغيتو واللي متوفر عندكم. كنصب فيها هنا واحد لتر حليب، لتر حليب اللي هو كامل الدسم، يعني يكون حليب العلبة ولا حليب ديال العطار، يعني حليب ديال البقر، داكشي اللي متوفر عندكم. ونضيف له واحد كيس ديال الفلون، عندي هنا بدون سكر كيوزن 2.5 غرام، يمكن لكم ديروا ديال السكر ولكن تنقصوا من كمية السكر في الوصفة. هاد الكيس كيدير درهم ونص، يعني 30 ريال. ونخلط هاد الفلون مزيان حتى كينتج لي مع الحليب، ونضيف له هاد كأس ديال السكر تقريبا شي 160 غرام 150. يمكن لكم الا كتبغيو الحلاوه ديروا حتى كاس وربع، يعني حتى 200 غرام. كنخلط جيدا ونديه فوق النار ونخليه حتى كتطلع فيه الغليه ونكمل الوصفه. دابا كناخد اناء اخر بعد ما خليت طنجره حتى تطلع فيها الغليه، داك الطنجره اللي فيها الحليب السائل. كناخد اناء كنضيف له هاد كاس تقريبا معامر ديال الحليب المجفف، داك الساشي اللي كيوزن 60 غرام الكل كيعرفو. غادي نضيفو في الاناء ونضيف له واحد الكيس ديال الفانيلا، يعني جوج اكياس، انا ماشي كيس واحد، كنضيف له جوج اكياس، كل كيس فيه 7.5 غرامات. وكنضيف له هاد الياغورت اللي فيه الحبيبات ديال الفواكه، هاد الفولوتي ديال الفراوله كيفما كيبان لكم. من الاحسن باش ملي كديروا هاد الياغورت السائل او هاد الطنابت نتوما تتشربوه وتتلقاو ديك الطريفات ديال الفخيز، كيجي زوين بزاف، يعني تزيدوا جماليه اروع في المذاق. تنخلط الكل جيدا بهذا الطراب اليدوي حتى كتولي لي هذا الخليط على شكل كريمه كما كيبان لكم في الصوره. وغادي نضيف له دابا، عندي هنا لتر ماء، لتر ماء غادي نضيفو لهذا الخليط ديال الحليب المجفف وداك الياغورت، وغادي نبدا نخلط جيدا بهذا الطراب اليدوي حتى يمتاج ليا هذا الماء مع هذه المكونات. على فكره البنات هذا الياغورت، يعني هاد لتر ديال الحليب سائل مع هاد لتر ديال الماء تعطينا 2.4 لتر، يعني كميه وفيره. الحليب السائل اللي عندي فوق النار ها هو دابا بدا كيغلى ليا كما كتشوفوا، يعني ان فوا طلع فيه الغليه غادي نرفعهم فوق النار نكمل تتمه الوصفه. بعد ما غلى ليا داك الخليط ديال الحليب السائل مع الفلون، غادي نصب فيه داك الخليط ديال الماء والحليب المجفف وداك الياغورت. بالنسبه للماء انا عندي الماء نص صنبور، يعني الماء من الروبيني، يعني ماشي ما دافي ولا ما سخون ولا ما بارد، لا ماء عادي من الصنبور. كما كتعرفوا دابا راه كاين الحراره، يعني جو ساخن الماء من الروبيني راه تيكون دافي. تنخلط حتى كينتج ليا الخليط الاول ديال الحليب السائل مع الخليط الثاني ديال الحليب المجفف مع الماء، حتى كتدخل لي المكونات ببعضها. بالنسبه لهاد الياغورت يمكن لكم تصاوبوا به حتى 50 في الثلاجه، ولو انه ما غاديش يبقى لان المذاق ديالو رائع بزاف.
بنت جوليا داك العناصر جوليا يعني خالد اول والثاني، كناخد بلاستيك غذائي وتنغطيه مزيان، وانتوما الا درتو طنجرة الضغط او كوكوت يعني فقط كتسدو عليه مزيان، وتديرو الصفارة ديال الكوكوط يعني ما يدخلش النفس، وتغطيوه بمنطا تخليوه مكان دافئ. انا بالنسبه لي درت طنجره عاديه، درت بلاستيك غذائي، كناخذ واحد المانطا تنتمو، واخا تكون كوكوط خصكم تغطيوها بواحد المانطا، ضروري تغطيوها بمانطا وتخليوها على الاقل واحد 7 ساعات. بالنسبه لي انا خليته ليله كامله، عاد كنحل عليه ونكملو تتمه الوصفه. بعد ما خليته انا ليله كامله نغطي كما كتشوفوا، غادي نحيد هذا المانطا كذلك، نزول هذا البلاستيك الغذائي وها هو شكله كيفاش كيولي من القوام ديالو، ربما يسحب لكم بحال الفلون. لا نهائيا، هاد الفلون تيعطينا المذاق ديال الفراولة وتيعطينا كذلك اللون ديال الفراولة فقط، اما القوام ديالو يعني ان فوا كتحركوه بشي سباتيول او لا بهاد الطراب اليدوي هي كتخلطوه هكذا، ما نبالغوش يعني، ماشي ضروري ديروا الخلاط الكهربائي ولا داك الميكسور، فقط الطراب اليدوي تنحركو مزيان حتى كينتاج ليا، وكندخلو الثلاجه على الاقل واحد ساعه المكانه اللي كانت كتبرد لكم الثلاجه مزيان. انا عندي الوقت غادي نخليه حتى ساعتين وما حدو تيبقى في الثلاجه وبقى حتى الغدا، تيزيد يعقد وتيزيد يبنان. شوفوا القوام ديالو بالنسبه للاحتفاظ به، راه قلت لكم 5 ايام وما غاديش يبقى 5 ايام لانه غادي يتسالف نهارو، كيجي لذيذ بزاف وصحي واحسن من الجاهز، غير جربوه ما غاديش ندموا. نتلاقاو في الشكل النهائي. بعد ما خرجته من الثلاجه انا تقريبا شي ساعه ونص، كيفاش اللون ديالو يعني لون شهي، واحد الوردي اللي هو فاتح، والقوام ديالو هانتوما كيف ما كتشوفوا قوام اللي هو زوين بزاف، عاقد كيجي زوين بزاف، لا اللون ولا القوام، والمذاق كيجي اروع، يا غورت سائل او داناب كما كنقولوا احنا داناب، صنع منزلي يعني بدون مواد حافظه، بنكهه الفراوله يعني بلا فاكهه الفراوله فقط، نكهه الفراوله كيجي زوين بزاف، يستحق التجربه ديالكم. نتمنى تجربوه وتدعموني باكبر عدد من اللايكات، واذا كنتوا اول مره كتدخلوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، كذلك تقسموها وتبارطاجيوها مع الأهل والأحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. إلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.